بعد أكثر من 4 عقود في العاصمة البريطانية لندن، أعلنت مكتبة الساقي أنها ستغلق أبوابها نهاية ديسمبر، لتنتهي بذلك تجربة مضيئة في خدمة الثقافة العربية في أوروبا. بعد 44 عاماً جمعت خلالها مكتبة الساقي عرباً وكتاباً ومثقفين من مختلف أنحاء العالم، تغلق المكتبة نهاية ديسمبر محلها الأكبر في أوروبا، لتطوي بذلك صفحات كتابها المليء بمحطات ثقافية لم تعد قادرة على إكمال مشوارها بسبب أعباء بريطانيا الاقتصادية المتزايدة. هون الوضع بلندن مثل ما أنتم عايشين هون شفتوا قديش صعب. العربي اللي عايش بلندن هلأ ما عاد عنده كتير إمكانيات يجي يشتري كتب، بفضل يصرف الفلوس على غير شيء. ولم تسلم المكتبة خلال مسيرتها من حملات الكراهية التي واكبت أحداثاً سياسية في المنطقة العربية والعالم، وباتت ملجأً للعديدين للتعبير عن آرائهم أو احتجاجاتهم. يجي حدا يكسر لنا أزاز المكتبة، يكسروا لنا الواجهة لأنه فيش كتاب ما عجبه، أو واحد يفوت يقول لك ممنوع الموسيقى، ليه حاطين الموسيقى؟ ويكاد لا يسمع أحد خبر إغلاق المكتبة دون الشعور بغصة خسارة كنز ثقافي. ما كنتش متوقع أنه يوم من الأيام مكتبة وصرح مثل هذا أنه رح يسكر في يوم من الأيام، خصوصاً أنا من محبي القراءة واشتغلت في مكاتب عدة في ميدل إيست. تترك سلوى مكتبة الساقي على أمل تسليم شعلتها الثقافية لجيل شاب يقدر ما أنتجته المكتبة من تجربة غنية تشرف الثقافة العربية. كأني عم بفقد حدا من عائلتي هلأ، يعني بكل وضوح تقريبا عقلي هلأ هيك شوي بعدين رح حس بالفقدان أكثر. معلم ثقافي آخر في طور أن يتحول إلى ذكرى في عقول الكثير من الزائرين إلى هذه المكتبة، مكتبة دار الساقي تغلق أبوابها بعد أكثر من 40 عاماً. تطورت فيها التكنولوجيا بسرعة فائقة، جعلت من المطبوعات الورقية والمحافظة على الشغف بها عبئاً في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها بريطانيا. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.